السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا عملية البرهنة على بعض الخواص الخاصة بالعد، اللي هو عبارة عن التوفيقات والتبديلات والترتيبات إلى غير ذلك من الأشياء، وعملية استخدامها بالنسبة لعملية الحساب عدد الحالات الممكنة إن كان. إذن لدينا بالنسبة لتعريف عدد التوفيقات التي تحتوي على P عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر، تعرفنا عليها سابقا وقلنا أنها عبارة عن N عاملي على P عاملي في N ناقص P عاملي. قلنا إذا كان P أكبر، إذا كان P هذا أكبر من N، فإن عدد التوفيقات في هذه الحالة يساوي الصفر، لأنه لا يمكن عملية إيجاد مجموعة تحتوي على ثلاث عناصر من مجموعة تحتوي على عنصرين. نريد عملية تجزئة مجموعة، إذن هناك مجموعة عدد عناصرها هو اثنان، ونريد عملية أخذ جزء منها وعدد عناصره هو عبارة عن ثلاثة أو أربعة، معناها لا يمكن أن يكون P أكبر من N. إذا كان P أكبر من N فإن هذه عدد التوفيقات يساوي مباشرة صفر. إذن شرطنا أن يكون N هو الأكبر، شرطنا أن يكون N هو الأكبر، وكل من P و N هي أعداد طبيعية. تقول الخواص ما يلي، هذه الخواص نحتاجها إذن من أجل كل عدد طبيعي N و P، حيث أن P هذا محصور بين الصفر و N، فإن CNP تساوي إلى CN وN ناقصا P. ومن أجل كل عددين طبيعيين N و P، بحيث P محصورة بين الصفر و N ناقص واحد، فإن CN ناقص واحد P زائد CN ناقص واحد P ناقص واحد تعطينا CNP، أو عملية إيجاد عدد التوفيقات. إذن عندما نجمع هذا وهذا نتحصل على أن مجموعهما هو هذا. إذن نبدأ بالبرهنة على بركة الله. البرهان: لا يقبل شيء بالنسبة للرياضيات إلا بعد الحجة والبرهان. إذن نأتي إلى هذه الخاصية. إذن نبدأ على بركة الله ونبرهن عليها. ننطلق من الطرف الأيسر ونحاول عملية الوصول إلى الطرف الأيمن، ونفرض أن P محصورة بين N و صفر. إذن ماذا يساوي هذا تعريفا؟ يساوي يا شباب تعريفا هو عبارة عن N عاملي، إذن هو N عاملي، N عاملي مقسومة على الفرق بين هذين العددين، الفرق بين N و N ناقص P ناقص، معناها تصبح زائد P عاملي. إذن عاملي مضروبة في ماذا؟ في الجزء العلوي اللي هو N ناقص P، N ناقص P، ونقوم بعملية الخروج عاملي. إذن هذه المساواة، أي أن هذه المساواة كيف تصبح يا شباب؟ إذن N ناقص N هي صفر. إذن سوف نتحصل على أن هذا كل هو عبارة عن P. إذن يصبح P عامل، وهذا تعريفا هو عبارة عن نفسه وعدد التوفيقات ذات N عنصر من مجموعة تحتوي على ذات P عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر. وعليه إذن هنا مثلا، معناها إذا قمنا بعملية حساب مثلا، إذن هنا ما هو قانونها؟ قانونها أنه لما يعطيق عدد توفيقات ذات ثلاث عناصر من مجموعة تحتوي على خمس عناصر، هي نفسها
إذن نقوم بعملية وضع الخمسة هنا، وخمسة ناقص اثنين ناقص ثلاثة هي اثنان، معناها سي خمسة ثلاثة تساوي نفسها سي خمسة سي اثنين خمسة، سي خمسة اثنان. إذن بالنسبة لعملية الحساب، معناها إذا قمنا بعملية حساب الأول لا داعي لحساب الثاني، فنستنتج مباشرة. إذن هذا بما يخص بالنسبة للقاسية الأولى، هذا برهانه. إذن بالنسبة للبرهان، بالنسبة للخاصية الثانية، الخاصية الثانية تقول أنه من أجل كل عدد طبيعيين بحيث P محصورة بين 0 و N ناقصا P، فإن هذه المساواة محققة. ننطلق من أحد الأطراف ونصل إلى الطرف الثاني. إذن بالنسبة للجزئية رقم 2، جزئية رقم 2 نبرهن عليها. إذن لدينا ما يلي، نفرض أن هذا الآن محصورة بين العددين، إذن ومنه سوف نتحصل على أن هذا العدد اللي هو، ننطلق من أحد الأطراف ونحاول عملية الوصول إلى الطرف الثاني. إذن نصل إلى إذن تساوي بالنسبة لي سي أن ناقص واحد بي هو عبارة عن أن ناقص واحد، إذن هو أن ناقصا واحد بين قوسين عاملي، بين قوسين عاملي، إذن عاملي، إذن نعوضه عاملي على بي عاملي، بي عاملي مضروب في قوس ثاني. إذن نقوم بعملية ضربه في القوس الثاني. إذن نضربه في ماذا يا شباب؟ نأتي هنا، إذن مضروب في القوس اللي هو عبارة عن الفرق بين أن ناقصا واحد ناقص بي، الكل عاملي، كل عامل، زائدا النتيجة الأخرى هي عبارة عن، إذا نأتي إلى سي أن ناقص واحد بي ناقص واحد هي عبارة عن أن ناقصا واحد، هي عبارة عن أن ناقص واحد بين قوسين الكل عاملي مقسومة على ماذا يا شباب؟ إذن مقسومة على N، مقسومة على P ناقص واحد عاملي مضروبة في الفرق بين هذين العددين، الفرق بين هذين العددين يعطينا N ناقصا P الكل عاملي. إذن تحصلنا على هذه المساواة. إذن هنا الفرق بينهما هو عبارة عن هذا، وهنا بي ناقص واحد عاملي، بي ناقص واحد عاملي. إذن قمنا بعملية حسابها. هنا يجب أن يكون الشرط شرط إضافي أن تكون هذه البي تكون أكبر أو تساوي أكبر تماما من أكبر أو تساوي الواحد، أكبر أو تساوي الواحد. إذن إذا كانت ليست أكبر أو تساوي واحد فالكتابة السابقة خاطئة. إذن نقوم بعملية التبسيط، نبسطها أكثر. إذن نبسطها أكثر. إذن لاحظوا يا شباب، بالنسبة لهذا هنا لدينا بالنسبة لهذا العدد، إذن حتى يصبح بي عاملي نضرب بي ناقص واحد عاملي في ماذا؟ في البسط والمقام نضرب في بي. إذن حتى نوحد المقامات، حتى نوحد المقامات، إذن أربعة عاملي، خمسة في أربعة عاملي هي خمسة عاملي. إذن نضرب هنا في بي، نضرب هنا في بي ونقسم على بي لعملية توحيد المقامات.
إذن كذلك هذا العدد حتى يصبح عبارة عن N ناقص P عاملي، هذا العدد نقوم بعملية ضرب البسط والمقام في نفس العدد اللي هو عبارة عن ماذا يا شباب؟ هو عبارة عن N ناقص P. N ناقص P قمنا بعملية ضربه في البسط، نقوم بعملية ضربه كذلك في ضربنا في المقام نضربه كذلك في البسط حتى تبقى المساواة صحيح. إذن قمنا بعملية الحساب بالشكل التالي. إذن المقام هنا يصبح ماذا يا شباب؟ إذن عندما نقوم بعملية الحساب يصبح هنا المقام هذا N ناقص P، N ناقص P في N ناقص 1 ناقص P يعطينا ككل، يعطينا هذا ككل، يعطينا هذا يصبح هو نفسه عبارة عن N ناقص P عامل. هنا كذلك يصبح هذا هو عبارة عن P عامل، هنا يصبح P عامل وعليه المقام 1، إذا مباشرة يساوي إلى المقام هنا هو عبارة عن P عاملي مضروب في N ناقص P عامل. إذا والبسط يصبح البسط هو عبارة عن N ناقص P مضروب في ماذا؟ في N ناقص 1 عاملي زائدا P مضروب في N ناقص 1 عامل. إذن ظهر أن هناك عامل مشترك. إذن العامل المشترك هنا ما هو يا شباب؟ هو عبارة عن N ناقص 1 عامل، N ناقص 1 عامل، والمقام يبقى المقام السابق اللي هو P. هنا لدينا P عاملي مضروبة في N ناقص 1 عاملي، والبسط نخرج العامل المشترك. إذا أخرجنا العامل المشترك ماذا يبقى؟ يبقى N ناقص 1 الكل عاملي مضروبة في ماذا؟ في N ناقص P زائدا P. إذن N ناقص P زائد P تبقى N. N في العدد اللي هو N ناقص 1 عاملي تعطينا العدد الذي يكتب على بركة الله N عامل على ماذا يا شباب؟ على P عامل مضروبة في N ناقص P عامل اللي هي نفسها تساوي إلى العدد اللي هو عدد التوفيقات ذات P عنصر من مجموعة تحتوي على N عنصر، في عنصر على مجموعة تحتوي على N عنصر. الحساب إذن CNP. إذن مثلا لو طلب منا مثلا، إذن بالنسبة لاستخداماتها زائدا C نفس العدد اللي هو 7 وهنا لدينا 2 مباشرة، هذا يساوي لا داعي لعملية إعادة الحساب. إذن مباشرة هذا يساوي تطبيقاتها تساوي إلى مباشرة اللي هي 8 و3 اللي هي عبارة عن توفيق 8 3. إذن لدينا هنا نفس العدد، نقوم بعملية إضافة الواحد هنا وهنا اللي هو نأخذ الأكبر بين هذه العددين إذا كان متتاليين مباشرة نتحصل على التالي. أو مثال آخر مثلا إذا أعطي العدد اللي هو عبارة عن مثلا هنا أعطي 1 وهنا أعطيت 5 نفس الشيء، هنا 5
إذن هذا مباشرة يساوي إلى التوفيق ذات عنصرين، عدد التوفيقات ذات عنصرين من مجموعة تحتوي على 6 عناصر. إذن برهنا على الخاصية السابقة. بالنسبة للخاصية السابقة، إذن مثلث باسكال هنا يساعدنا، بالنسبة للخاصية السابقة تساعدنا في مثلث باسكال. الخاصية ماذا تقول يا شباب؟ قال أن هذا، إذن هذا العدد اللي هو سي ان بي تساوي إلى سي ان ناقص واحد بي زائد سي ان ناقص واحد بي ناقص واحد. إذن نقوم بعملية ملء الجدول أو ملء مثلث يسمى مثلث باسكال. نضع الأرقام هنا مثلا واحد، هنا نضع صفر، صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وسبعة. تستطيع عملية إتمام الجدول أو المثلث. نحتاج إلى مثلث يسمى مثلث باسكال. إذن أولا هنا سي أن، إذن في حالة ما إذا كانت أن تساوي صفر وبي تساوي الصفر، هنا صفر وهنا الصفر. إذن هنا في حالة ما إذا كان، إذن هنا سي أن أن دائما قلنا تساوي ماذا يا شباب؟ تساوي واحد. بالنسبة لي سي هنا لدينا واحد صفر، نقوم بعملية حسابها، هذه تساوي واحد. وكذلك الشان بالنسبة لي العدد الآخر اللي هو عبارة عن سي واحد واحد تساوي كذلك واحد. لماذا هذين العددين متساويين باستخدام الخاصية السابقة؟ إذن باستخدام الخاصية السابقة أن قلنا أن سي أن سي أن سي أن بي هي نفسها سي أن سي أن أن ناقص بي متساويا. إذن على حسب الخاصية الأولى، إذن هنا واحد وهنا واحد. هنا لدينا كذلك العدد اللي هو عبارة عن سي اثنين صفر. إذن سي أن صفر دائما تساوي واحد، سي أن صفر تساوي واحد. لدينا هنا وكأنه وتر، إذن هنا لدينا العدد اللي هو سي ثلاثة صفر هي واحد. نفس الشيء هنا هي عبارة عن سي أربعة صفر اللي هي واحد، وكذلك سي خمسة صفر هي واحد. سي ستة صفر هي كذلك واحد، وأخيرا سي سبعة صفر. ونستطيع إتمام ذلك، إذن سي سبعة صفر تساوي واحد. لدينا هنا سي واحد صفر زائدا سي واحد واحد تساوي إلى سي اثنين واحد على حسب ما سبق، على حسب الخاصية المدروسة سابقا. معناها هنا يعطينا مباشرة هو عبارة عن سي اثنين واحد، سي اثنين واحد، وسي اثنين واحد هي عبارة عن اثنان، معناها وهي مجموع العددين، مجموع العددين واحد زائد واحد يعطينا هنا اثنان. نضع هنا العدد الذي يلي هذا العدد اللي هو سي اثنين، هنا سي اثنين، سي اثنين اثنين، سي اثنين اثنين، والذي يساوي دائما واحد. قلنا بالنسبة لي العدد سي، إذا قمنا بعملية حساب العدد اللي هو عبارة عن سي أن صفر، ماذا يساوي يا شباب؟ يساوي إلى أن عاملي، إذن أن عاملي على صفر عاملي، إذن صفر عاملي اصطلاحا قلنا يساوي الواحد، مضروب في ماذا يا شباب؟ إذن هذا مضروب حتما في
في الفرق بين الآن والصفر اللي هو آن عاملي، وهنا يساوي مباشرة واحد. إذن هذا صفر عاملي هو واحد، الفرق بينهما هو إذن ونختزل نتحصل على واحد. وكذلك العدد اللي هو عبارة عن CNN إذن CNN هنا كذلك هنا N، نقوم بعملية حساب هنا N عاملي، وهنا هو عبارة عن الفرق بين N وN. إذن الفرق بين N وN هذا صفر عاملي، والعاملي مع العاملي يروحوا تبقى لنا واحد. إذن حتما هنا C1 هو واحد، C2 هو واحد، C3 هو واحد. إذن سوف نتحصل على أن هذا هنا هو عبارة عن C3، إذن C3 إذن، وهنا نتحصل على أنه عبارة عن C4 إذن هو واحد. ونستطيع عملية إتمام الجدول السابق كما يلي. إذن نضيف قيم أخرى، إذن هذه نقوم بعملية أخذها من هنا ووضعها هنا، كذلك سي اللي هي سي خمسة تساوي كذلك واحد، C6 تعطينا واحد، وأخيرا C7 تعطينا كذلك واحد. سبعة تحصلنا هنا على ماذا يا شباب؟ تحصلنا على مثلث، إذن أحد أضلاعه هو مثلث قائم، أحد أضلاعه واحد، وكذلك وتره هنا واحد. إذن لعملية ملء الجدول هنا مباشرة هنا هي عبارة عن ماذا يا شباب؟ هي عبارة عن C3 2 ماذا تساوي؟ تساوي إلى C2 1 زائد C2 2. إذن مجموعهما هنا كم يساوي؟ هنا 3. هنا لدينا C2 0 و C2 1 مجموعهما ماذا يعطينا؟ يعطينا C3 1. C3 1 إذن المجموع هنا 3. استخدمنا الخاصية، إذن هنا المجموع الواحد والثلاثة هو 4، مجموع الأربعة ومجموع الثلاثة والثلاثة هو عبارة عن 6. هنا 1 + 1 + 3 هو 4. هنا المجموع 1 + 5 + 4 هي 5. هنا المجموع هو 6 هو 10. 6 والأربعة هو 10، 6 والأربعة هو 10 كذلك. الأربعة والواحد مجموعهما 5. إذن هنا المجموع 1 + 1 + 5 هو 6. هنا المجموع هو 15. إذن نقوم بعملية الجمع، لدينا 10 + 10 اللي هي 20. هنا 10 و5 هي 15. 5 + 1 لدينا 6. هنا 6 + 1 = 7. 6 و15 مجموعهما 21. 20 و15 = 25. 20 و15 كذلك 25. 21 هنا، وأخيرا 7. إذن هذه الخانات خاصة بالعدد P، وهذه الخانات خاصة بN. قلنا أن N يكون أكبر من P، وعليه الأعداد تكون تحت دائما تحت الوتر مباشرة.
إذن فوق الوتر هي كلها أصفار، إذن تحت الوتر اللي هو واحد واحد، إذن سي واحد واحد هنا، سي واحد واحد هي واحد، سي اثنين اثنين هي اثنين هي واحد، وسي ثلاثة ثلاثة هي واحد كذلك، وسي أربعة أربعة هي واحد. وبعدها نقوم بعملية استخدام خاصية المدرسة سابقا. حدثكم جويل أحمد.